السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوفوا درس بسيط وهو كيفية حرق أو نسخ سي دي أو دي في دي بدون برامج. الشرط الوحيد الذي يجب توفره هو قارئ أقراص دي في دي في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. للقيام بذلك طبعا هذا الدرس ينطبق على نظام ويندوز. للقيام بذلك مثلا أنا أريد أن أقوم بوضع هذه الصور في دي في دي أو حرقها على دي في دي. أول شيء نضع دي في دي الفارغ في قارئ الأقراص، هذا هو كما تشاهدون هو فارغ. أريد أن أحرق هذه الصور فيه، صور عادية، فما علي إلا نقلها ووضعها مباشرة. أول شيء ستظهر تظهر اختصارات فقط وليست صور كاملة. ثم أقوم بالضغط على جرافي سيو ديسك، استعمل اللغة الفرنسية الآن، بالإنجليزية بيرن تو ديسك، أو بالعربي تكون حرق على السي دي أو القرص. ثم أضغط عليها، يقوم يطلب مني إدخال اسم لهذا الدي في دي وسميه ايمج، ثم سويفي التالي. الآن يقوم بحرق الصور مباشرة على الدي في دي. الآن أكمل الحرق. عندما يكمل بشكل عادي يخرج القرص من قارئ الأقراص. أضغط على نهاية ترميني. لو ذهبنا وأعدنا إدخال قرص دي في دي ثم شاهد النتيجة، إذن بعد فتح دي في دي كما تشاهدون هذه الصور التي قمت بحرقها على الدي في دي بدون برامج المعتادة ولا شيء. كان هذا الدرس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.